تعبنا في الماتشين الحقيقه. لا لا ايوه يعني وعلاقتي بيه كبيره، لانه كريم النفطي وقت صغير كان صغير وطلع وكان معايا حتى في نفس الغربه في النادي، في نفس الغرفه في النادي الصفاقسي، شاب صغير وقتها مميز واخلاقه عاليه ولعيب ممتاز، فخليته قريب مني كثير. نتمنى له كيف هو تو مدرب مساعد في النادي الصفاقسي، نتمنى له ان شاء الله مسيره تدريبيه ناجحه كما كان لعيب كبير، ان شاء الله نشوفه يوم مدرب الصفاقسي وان شاء الله نشوفوه مدرب ناجح. قال اش كان يشرب انيس قبل ما يرقد؟ ممكن هذه غير هذه اللي ما فهموهاش، يشرب قهوه ويروح ينام، يشرب قهوه ويروح ينام، مش ممكن، كان غريب جدا. دي حقيقه، بصوا يا جماعه دي حقيقه فعلا، انيس يشرب قهوه ويقول لك انا عايز انام. طب يا عم الناس بتشرب القهوه علشان تصحى، هو بيشرب القهوه عشان ينام. ودي ممكن بالحق غريبه، غريبه جدا. انا اشربها 9:30 انام 10. يعني دي غريبه جدا يا انيس فعلا. وانت عارف للغايه لليوم يعني بس تو اللي تشربها متاخر الساعه 12 ممكن انا ومراتي وبعد نرقد وتقوم جاي نايم ونايم على طول. غريبه جدا لكن ماشي. انيس برضو الناس عايزه تعرف